السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة هنتكلم عن مرض مهم بينتشر بالذات مع بداية فصل الشتاء، بداية السقعة، وهو مرض عموما، يعني هو مش مرض واحد، أمراض الجهاز التنفسي. أمراض الجهاز التنفسي، وحلقة النهاردة مخصوص عن الكحة، وإزاي تميز بين الكحة وبين الالتهاب الرئوي. في كحة بتكون علامة على التهاب رئوي، وفي كحة بتكون ملهاش علاقة بالرئة نفسها، انما هو مرض جهاز تنفسي، عشان بس الناس تعرف تميز وتعرف تعالج ده وده. اول حاجة لازم تعرف ان الجهاز التنفسي بنقسم لجزئين: جهاز تنفسي علوي اللي هو شامل القصبة الهوائية والحنجرة، وجهاز تنفسي سفلي اللي هو شامل يعتبر الرئة اللي هو بنتكلم عنها، بنقول التهاب رئوي وبتاع الامراض ديت اللي هي بتصيب الرئه نفسها. طيب بالنسبه للكحه، اول حاجه لو في كحه ناشفه، كحه جافه، يعني ما فيش اي افرازات من الانف، ما فيش خربشه في الصدر، ما فيش بلغم، معنى كده ان ده التهاب في القصبه الهوائيه، التهاب في الجهاز التنفسي العلوي. العلاج بتاعه عن تجربة يا جماعة، عشان محدش يسأل كتير، عشان كله بيسأل والسؤال ده بيتعاد مليون مرة. الغنم بتكح، بيقعد دقيقة كاملة يكح، بيقعد دقيقتين يكح ورا بعض، بيقعد يكح 7-8 مرات بس مفيش، والنفس بعد ما بيخلص كحة النفس بيرجع طبيعي، مفيش نهجان، مفيش سيلان في الأنف، مفيش خربشة في الصدر، مفيش بلغم. دي كحة ناشفة، بتكون كحة بتحس ان روحه بتطلع وهو بيكح، وبيقعد فترة طويلة يكح، بعد ما بيخلص الكحة بيرجع ياكل ويشرب طبيعي مفيش أي مشكلة، وتلاقيه بيكبر وتلاحظ إن الكحة دي بتطول معاه. ده مش التهاب رئوي، ده التهاب في القصبة الهوائية من فوق أو في الحنجرة. العلاج بتاعه بسيط جدا جدا جدا، ومنزل فيه فيديو قبل كده وبنعيد الفيديو مرة تانية أهو دلوقتي، بالتايلوزين. بتحقن تايلوزين، تايلوزين 1 سم لكل 10 كيلو عضل مرة واحدة. يعني لو الخروف او المعزة وزنها 30 كيلو بتديها 3 سنتي عضل مرة واحدة بعد 48 ساعة، بعد يومين. لو في كحة لسه خفيفة ما اختفتش بالكامل بعد 48 ساعة بتدي ابرة كمان، بتعيد الجرعة مرة تانية فقط لا غير. طيب لو في افرازات في الانف وفي خربشة في الصدر، يبقى الافضل انك تستخدم فلور فينيكول. لو في خربشه في الصدر، يعني في بلغم في الصدر وفي مع الكحه، يبقى ده التهاب رئوي، ده التهاب رئوي، وهتلاقي معاه في المعتاد هتلاقي معاه سيلان في الانف. ده يتحقن فلور فينيكول، فلور فينيكول 1 سم لكل 10 كيلو برضك، بس تحت الجلد، هو بيتحقن عضل وتحت الجلد مفيش مشكله. لو حقنت الفلوريكول عضل بتحقنه 1 سم لكل 15 كيلو وبتعيده بعد 48 ساعة. لو حقنت تحت الجلد بتحقنه 1 سم لكل 10 كيلو مرة واحدة تحت الجلد. وممكن بعد 48 ساعة الكحة لسه شغالة أو الخربشة في الصدر لسه موجودة، يبقى تعيد بعد 48 ساعة كمان. لو حقنت حتى تحت الجلد تعيده مرة كمان بعد 48 ساعة. يبقى كده ده الأمراض الرئوية الأساسية تعتبر اللي بتصيب. إما التهاب رئوي، الرئة نفسها فيها التهاب، في بلغم، في التهاب في الرئة نفسها، وإما كحة ناشفة اللي هو التهاب في الجهاز التنفسي العلوي. فلازم تميز بين الاثنين. العلاج يا جماعة عن تجربة، ما بنكلمش كده، يعني أنا طبعا مش دكتور بيطري، ونعيد ونقوله 50 مرة مليون مرة، مش دكتور بيطري ولا مهندس زراعة، أنا مهندس ميكانيكا، بس ده واقع الشغل بتاعي في الغنم. فانت بالنسبه للكحه، الكحه انا غلبت معاها كتير، الكحه الناشفه ديت غلبت معاها كتير في العلاجات، وتروح للبيطري يديك مليون دواء مضاد التهابات، ويديك خفض حراره و و و وحساسيه، يديك علاجات كتير، بس للاسف والله ما كانتش ولا واحد منها كان بيجيب نتيجه. لحد ما اخذت خلفيه عن يعني كنت بندور على النت، وبعد كده لقيت واحد كاتب تايلوزين، فقلت هنجرب التايلوزين. جربت التايلوزين، بس الجرعة اللي مكتوبة على العبوة 1 سم لكل 25 كيلو، استخدمت 1 سم لـ25 كيلو ما جابش نتيجة، لغاية ما استخدمت 1 سم لـ10 كيلو هو اللي جاب معايا نتيجة، هو اللي جاب معايا نتيجة. يعني التيروزين نفسه بالجرعة أقل من 1 سم لكل 10 كيلو ما بيجيبش نتيجة. دي عن تجربة، نفس النظام عن تجربة.
المهم والفلوريكول برضك نفس النظام، وبالذات الفلوريكول ممتاز 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 لصغار الماعز. طبعا اليومين دول ساعة وبرد، المواليد بتجيها برد، وده هنعمل عنه فيديو مخصوص ان شاء الله لصغار المواليد بالاخص، عشان ممكن الناس تسمع اول فيديو ما تسمعش اخر الفيديو. النقطة دي مهمة جدا جدا، صغار المواليد دايما بتصاب بالبرد، مواليد الماعز بالذات في ايام الشتاء دي الساعة بتصاب بالبرد، بيجيها التهاب رئوي، بيجيها خربشة في الصدر زي بلغم في الصدر. الفلوريكول ممتاز، الفلور فينيكول ممتاز، 1 سم تدوله تحت الجلد، الابرة تقيلة مفعولها تقيل بس مفعولها ممتاز وعن تجربة، 1 سم للجدي او الربعية الصغيرة المولودة، بيروح ان شاء الله البلغم في خلال 48 ساعة ان شاء الله تروح الكحة والبلغم من صدره خالص بإذن الله. فينا طبعا ما تنساش زي ما قلنا لو في اي سؤال ادخل على القناة وشوف اخر فيديو للاسئلة والاجابة، اخر فيديو للاجابة مفتوح فيه التعليقات، لان كل وقت ان شاء الله نزل فيديوهات كلها بدون تعليقات، عشان التعليقات فقط هتكون تحت فيديو الاسئلة والاجابة فقط لا غير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.